شركة عالم الوسام فرع جدة حي النساء نهاية شارع 60 بجوار الأحوال المدنية الجواد سنتر. ويلا نبدأ تغطية اليوم ونبدأ حماس اليوم مع بعض بالجديد والمميز اللي وصلنا. تغطيتنا معاكم لليوم راح يحبوها مدمنين القهوة، واللي بيحبوا يقتنوا الأكواب الغريبة والمميزة. شوفوا معايا جمال الأكواب اللي وفرناها لكم اليوم، راح تجيكم قزاز بهذه التفاصيل الرهيبة يا بنات، شكلها جدا رهيب وحجمها حتى كمان ما راح يجيكم متوسط. راح تاخذوا القطعة بهذا الجمال وسعر 5.75 ريال، لا لا عاد حلوة كمان للهدايا. ومو بس كذا، وفرنا لكم كوليكشن متنوع وجدا كبير للرسم على القهوة، أدوات الرسم على القهوة. عندنا هنا اللي هي المعدن راح تجيكم بهذا الشكل، شايفين معايا كيف؟ يعني راح تبدعي في الآرت، يعني راح تكون قهوتك مميزة بأناملك الجميلة ومنتجاتنا الخطيرة. ما بين اللي تجيكم بهذا الشكل المعدن، وما بين اللي تجيكم اللي هي بلاستيك بهذا الشكل. هذه المغلف راح يجيكم بداخلها 16 قطعة ب 16 شكل مختلف. وأيضا شوفوا ايش وفرنا لكم، فلاتر القهوة اللي بيحبوا يشربوا القهوة المقطرة، وفرنا لكم الفلاتر. يعني كل اللي عليكم تيجوا وتاخذوا الكوليكشن الرهيب للقهوة، ولا تشيلوا هم الأسعار والجودة مع شركة عالم الوسام. استخدام القطع الرهيبة هذه سواء الستيل أو البلاستيك، هذه طريقة استخدامها جدا سهلة. كل اللي عليكي بتحطي القطع على الكوب وتنثري عليها البودرة، وراح تتشكل على حسب الشكل اللي انت اخترتيه. لكن بيستاهل نوفر لهم أفضل المنتجات، ومتخيلين حتى شراشف الصلاة وفرناها بعدة أشكال وألوان مختلفة. شايفين معايا كيف راح تجيكم بهذا الشكل؟ قامتها جدا رهيبة، وراح تاخذوا القطعة بسعر 11.50 ريال. بعتقد شراشف الصلاة تستمرونا في قسم السجادات وتطقموا معاها سواء لأنفسكم أو حتى لتقديمها كهدية، متوفرة بعدة ألوان وبسعر 5.75 ريال لكل قطعة. وشايفين ما شاء الله تبارك الله قديش حجمها، يحبوا يشيلوا معاهم سجاداتهم الشخصية. وفرنا لكم هي بحجم صغير بحيث يدخل في الشنطة بعدة ألوان مختلفة. شوفوا معاي الألوان كيف بتفتح النفس، وخامتها جدا رهيبة. أو حتى ممكن تاخذوها لأطفالكم، وراح تاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال. هلا نشوف الجديد واللي واصل لليوم في قسم العلاقات. زي ما انتم عارفين عندنا قسم جدا كبير ومتنوع للعلاقات اللي راح تحتاجوها، سواء اللي حابين يجددوا العلاقات عندهم او حتى عرسان. تعالوا شركة عالم الوسام متوفرة عندنا الوان جدا مختلفة. عندنا هنا الخشبية اللون البني، عندنا اللون الاسود. طبعا راح تاخذوا ما بين الثلاثة قطع الى الخمسة قطع وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، وعاد هذه تنفع تحديدا للعرايس. راح تجيكم شاموا بعدة الوان مختلفة، جميع الالوان متوفرة من بين هذا الشكل والشكل الثاني. بصراحة هذا الشكل انيق، شايفين كيف راح يجيكم؟ ثلاثة قطع لكل مجموعة وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، جميع الالوان اللي راح تحتاجوها متوفرة في هذا القسم. وعندنا هنا هذا القسم للعلاقات البلاستيك نفس الشيء، راح تاخذوا مجموعات مختلفة في هذا القسم سواء الالوان او العدد ما بين الخمسة قطع والستة قطع، والاشكال ايضا مختلفة. وراح تاخذوا كل مجموعة وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، شايفين التنوع، الأحجام الكبيرة والأحجام الصغيرة. شركة عالم الوسام رحبي بالتجديد المستمر، والأهم من هذا بأقل التكاليف. جديدنا اليوم قطع باركي بألوان رهيبة ما بين درجات الرمادي إلى درجات البني. شايفين معايا قد إيش خطيرة؟ طبعا تقدروا تستخدموها في المطابخ، تقدروا تستخدموها في دورات المياه وانتم بكرامة، في المدرسة
داخل واستخدامات جدا متعددة، والأهم من هذا إنه مقاوم للماء والتخدش، يعني جودة جدا رهيبة وبسعر ولا فرق. وراح تاخده كل قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. من قسم التحف والهدايا القسم اللي دائما متجدد، وفر لكم استاندات خشبية بهذه التفاصيل والاستخدامات المتعددة. حابين تستخدموها للديكور، حابين تستخدموها كمراكز زراعية، حابين تنسقوا فيها الهدايا، واستخدامات جدا متعددة. راح تاخذوا كل قطعة بلون البني أو اللون الأبيض وبسعر 5 ريال و75 هللة. كلكم كانوا بيسألوني على الكراسي البلاستيك للديكور، وفرنا لكم هي، راح تجيكم بهذا الشكل ميني، قطعتين في المغلف، واستخداماتها جدا متعددة. عاد انتم بدعوا وشاركوني في استخداماتكم لهذا المنتج. راح تاخذ المغلف وبسعر 5 ريال و75 هللة. القطعة اللي انطلبت مننا في قسم مستلزمات المطبخ والتقديم الملاقط الميني، ووفرنا لكم هي، راح تجيكم بهذا الشكل اللي هي المسكة، راح تجيكم سيليكون. شايفين معايا كيف بعدة ألوان مختلفة، حلوة للحلويات وحلوة للمعجنات الميني، واستخدامات جدا متعددة. راح تاخذ المغلف بسعر 5 ريال و75 هللة. وكان احتياجك لمستلزمات المطبخ راح تحصليها في هذا القسم الكبير، جميع اللي راح تحتاجه متوفر عندنا وبجودة جدا رهيبة، والأهم من هذا السعر المناسب. شايفين معايا ما شاء الله تبارك الله تنوع المنتجات المتوفرة. راح تاخذ القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. مع أنه كثير منكم طلبني أوصف مكان الأكواب الرهيبة هذه، راح تحصلوها هنا في قسم الأكواب قدام قسم الحلويات. شايفوا معي قسم الحلويات مقابلها على طول الأكواب الرهيبة هذه، تعالوا الحقوا عليها. أحلى القطع المتوفرة عندنا في المعرض القدور الرهيبة هذه. طبعا راح تجيكم قزاز بهذا الشكل مع الغطاء، غير قابلة للحرارة فقط للتقديم، وراح تكون على الطاولة بشكل ولا أروع. حلوة للإدامات، حلوة للشربة، وعدة استخدامات. راح تاخذ القطعة وبسعر 5 ريال و75 هللة. فعندنا كمان النوع الثاني السيراميك، راح يجيكم بهذا الشكل. شايفين معايا كيف حجمه أكبر، ونفس الشيء راح يكون بس للتقديم، تقديم الرز، المكرونة، الشربة، الإدام، واستخدامات جدا متعددة. ما بين اللي يجيكم بهذا الشكل وما بين اللي يجيكم بالمقبض. راح تاخذ القطعة بأي شكل أنتم بتحبوه وبسعر 5 ريال و75 هللة. ما خلصنا من جمال المنتجات، توفر عندنا كمان النوع الثاني نفس الشيء سيراميك، بس هذه المرة وفرنا لكم مو باللون الأسود واللون الأبيض بهذا الستايل. وراح تاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. أضمن لكم تقديم مميز بهذه المنتجات الرهيبة. معكم تغطيتنا في قسم الهدايا ومستلزمات الهدايا، توفر عندنا اليوم التغليف الورقي لهذه الستايلات المختلفة. راح يجيكم رولات طبعا في المغلف، 6 رولات بألوان مختلفة بسعر 5 ريال و75 هللة لكل مغلف. في الهدايا كمان متوفرة عندنا بمقاسات جدا مختلفة، من أكبر مقاس إلى أصغر مقاس، وبأشكال بتناسب الجميع. شايفين التنوع، شايفين الجمال اللي وفرناه لعيونكم ولعيون أحبابكم. وراح تاخذوا ما بين القطعة وما بين القطعتين وبسعر 5 ريال و75 هللة. بالنسبة لأكياس الهدايا كمان متوفرة عندنا بألوان مختلفة، الأحجام الكبيرة شايفين، يعني ما راح تحتاروا في الهدية وتقديمها مع شركة عالم الوسام. وجود الأكياس الحافظة للمأكولات شيء جدا أساسي في كل مطبخ، وعندنا متوفر قسم جدا كبير للأكياس بجميع أنواعها وأحجامها. اللي تجيكم بهذا الشكل بسحاب، شوفوا معي هنا 25 كيس، وبين اللي تجيكم بهذا الشكل. طبعا هذه اللي هي أكياس كرافت، متوفرة يا بنات عدة مقاسات مختلفة، من أكبر مقاس إلى أصغر مقاس، لحفظ البن، لحفظ المكسرات، الفواكه، النوم، وعدة استخدامات. ورح تاخذوا كل مغلف سواء بالحجم الكبير أو الحجم الصغير وبسعر 5 ريال و75 هللة.
مجموعات متعددة والأحجام أيضا متعددة والسعر واحد. من قسم التحف والهدايا دائما متشددين لأحدث المنتجات. شوفوا إيش وفرنا لكم، السلات المعدن المغلفة بالخوص بهذا الشكل راح تجيكم، الثاني اللي هو شكل السلة بالمقبض. عاد استخداماتها جدا متعددة، حلوة للتنظيم كمان، عارفين لإيش؟ لأظرف القهوة في الكافي كورنر، حلوة كمان لكبسولات القهوة، وحلوة لتنظيم الفرش واستخدامات متعددة، أو اللي حابة تبدع وتنسق ورود من إبداعها برضو راح تكون بشكل ولا أروع. الاستخدامات جدا متعددة، الجودة واحدة والسعر واحد، راح تاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. شاركوني استخداماتكم وإبداعكم في المنتجات الرهيبة هذه. إذا كنت بتضيع القطعة الصغيرة من إكسسواراتك أو حتى بكل أطفالك، شركة عالم الوسام الحل الأمثل في توفير المنتجات اللي بتساعدك. وفرنا لكم المنظم الرهيب هذا، رح يجيكم عبارة عن 6 أدراج بالحجم الصغير بهذا الشكل، تنظمي فيها جميع احتياجاتك بكل سهولة. حلوة كمان لأدوات الخياطة، وصلتنا لعدة ألوان، ما بين اللي تجيكم لون واحد وما بين اللي تجيكم أكثر من لون، ورح تاخذي قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة، جدا رهيبة، الحقوا عليها. قسم السيراميك توفر عندنا طقم سيراميك باللون الأبيض لمحبين اللون الأبيض اللي حابين يجددوا، أو حتى عرسان وبيحبوا يضيفوا اللون الأبيض على مائدة. هذا الطقم جدا رهيب، رح يجيكم مكون من 3 قطع، الحجم الكبير والحجم الصغير للصحون الدائرية والزبدية، طبعا رح تجيكم في باكجات بهذا الشكل. بالنسبة للصحون الصغيرة 4 قطع، والصحون الكبيرة 3 قطع، والزبديات 4 قطع، ورح تاخذوا كل مجموعة وبسعر 1.5 ريال. ما تاخذوا الطقم السيراميك اللون الأبيض، لا تنسوا تمرونا في هذا القسم وتنسقوا معاه أحلى الألوان وأحلى الأشكال. شايفين معايا قد إيش كبير وبيناسب الجميع، الأشكال جدا مميزة، ورح تاخذوا كل قطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. إنه منتج جدا رهيب وراح يساعدكم في الغسيل بشكل جدا كبير، اللي هي أكياس الغسيل للملابس. طبعا هذه بنات إيش فائدتها؟ بتحط فيها الشراريب وبعض القطع الحساسة، وبتحافظ على ألوانها، بتحافظ عليها من الضياع. مو بس كذا، كمان ملابس الأطفال اللي عندهم حساسية من الصابون راح تفيد الأكياس هذه بشكل جدا كبير. طبعا راح يجيكم المغلف بالشكل 3 أكياس ب3 أحجام مختلفة، ما بين اللون الأزرق واللون الوردي. وكمان من الاستخدامات المميزة تقدر تستخدميها اللي هي في الدواليب، تحفظي فيها الشراريب، تحفظي فيها عدة استخدامات، ورح تاخذي كل مجموعة بسعر 5 ريال و75 هللة. معكم تغطيتنا في قسم الألعاب، بما إن الكثير منكم طلبني أصور لكم القسم، وأول قطعة مميزة في القسم اللي هي الدمبة القطنية، هذه راح تجيكم بعدة أشكال وبعدة ألوان مختلفة وبسعر 5 ريال و75 هللة. البنات اللي بيحبوا يعيشوا دور الأمومة، تعالي وخذي لها العربية هذه وخليها تنبسط وتعيش الجو، راح تاخذ القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. كلكم عارفين فائدة المكعبات وقد إيش بتنمي مهارات الطفل في التركيب، ووفرناها بعدة أشكال. شايفين معايا بهذا الشكل، عندنا هنا الشكل الثاني بحيث يكون أكثر من شكل، وبسعر 5 ريال و75 هللة للمغلف. الأطفال بيخافوا من الموية، وهذه مشكلة تعتبر كبيرة عند الأمهات، وعشان تحمسيه لازم تجيبي له ألعاب بحيث يتحمس عشان يتروش. وشركة عالم الوسام وفرت لكم المجموعة الرهيبة هذه، راح تجيكم بهذا الشكل أو المجموعة الثانية. شوفوا معايا بأصوات طبعا هذه، شايفين؟ وراح تاخذوا القطعة وبسعر 5 ريال و75 هللة. عاد الأطفال راح يحتاروا من جمال المجموعات المتوفرة، بتناسب البنوتات وبتناسب الأولاد كمان. شايفين معايا التنوع ما بين
لعبة الدكتور، وما بين اللعبة هذه راح يحبوها البنوتات، خصوصا اللي بيحبوا يسووا تسريحات وتوفر عندنا هنا اللي هي البيت وعدة مجموعات مختلفة وبسعر 5 ريال و75 هللة. وأيضا للأولاد متوفر عندنا مجموعات مختلفة من المسدسات، راح تجيكم بهذا الشكل وبنفس السعر، راح تاخذوا كل مجموعة وبسعر 5 ريال و75 هللة. تعالي أنت وطفلك وخلي يختار اللي راح يعجبه، ولا تشيلي هم السعر مع شركة عالم الوسام. الفترة هذه أكثر فترة بنروح فيها البحر، بنروح فيها الشاليهات، الاستراحات، وشركة عالم الوسام وفرت لكم مجموعات الرمل بهذه الأشكال، ما بين تجيكم بهذا الشكل، عندنا هنا الشكل الثاني، طبعاً راح تجيكم مجموعات مختلفة، عندنا هذه اللي هي راح تجيكم المجرفة بهذا الشكل، وراح تاخذوا كل مجموعة وبسعر 5 ريال و75 هللة. وقسم الألعاب عندنا مو بس للتسلية، كمان لتطوير مهارات طفلك. ألعاب البازل هذه جدا مفيدة للأطفال، ووفرناها لكم بعدة أشكال، عندنا هنا اللي هي مجموعة الحيوانات، عندنا هنا الحشرات، الديناصورات، وعدة أشكال مختلفة وبسعر 5 ريال و75 هللة، كل مغلف. الألعاب اللي ممكن تجي بيها البنوتك تشغلي وقتها وتتسلى بنفس الوقت، اللي هي مجموعة صنع الأساور الرهيبة هذه، راح تجيكم بهذا الشكل أو الشكل الثاني، وراح تاخذوا كل مغلف وبسعر 5 ريال و75 هللة، راح يحبوها البنوتات بشكل كبير.